شفت The Usual Suspects بتاع كيفن سبيسي؟ في جملة حلوة قوي في آخره، كان بيقول The biggest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. إنه أكبر خدعة عملها الشيطان في الإنسانية في العالم هو إنه أقنعنا إنه هو أصلا مش موجود، إنه هو حاجة خيالية. لكن تعالى نبدأ من الأول. أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه مع سيدنا آدم عليه السلام قبل ما يؤمر الملائكة إن هم يسجدوا له؟ نفخ فيه من روحه. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. النفخة دي غيرت حاجات كتير قوي وغيرت حياة إبليس. إزاي؟ أول حاجة سيدنا آدم عليه السلام بقى مؤهل إنه يكون خليفة ربنا في الأرض، وبقى قادر إن هو يختار أفعاله، بقى عنده أمانة الاختيار. ومع الأمانة دي طبعا وتكليف بالاختيار ده جه القدر العظيم والتشريف. وهنا بقى غار إبليس من سيدنا آدم عليه السلام، لأنه حس إنه سيدنا آدم بقى أعلى منه مقاما. هو ما سجدش طبعا، كان مع الملائكة لكن ما سجدش، عصى ربنا لأنه نسي نفسه، نسي هو بيكلم مين، بيتلقى أمر من مين، وبيعصي أمر مين، وأبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما ربنا سبحانه وتعالى سأله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ربنا أعلم، لكن سأله. ياريته هنا بقى ندم وبدأ يتدارك الأمر، جات له فرصة يصلح غلطته. أبدا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبدأ يعدل على اللي خلقه. أصابه جنون، هو الكبر بيعمي صاحبه. وبعدين طبعا ربنا قال له قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، اديني مهلة لحد يوم القيامة. لأنه بدأت تتكون عنده رغبة للانتقام. هنا بقى لمحة نفسية في تحليل شخصية إبليس، بقى عايز ينتقم. طب ينتقم من إيه ومين وليه؟ لأنه بدأ يتكون عنده تصور أنه ربنا أضله. تخيل بيقول لربنا ربي بما أغويتني، بما أنك بقى ضلتني كده. في حاجة فعلا نفسية، في مشكلة في هذه الشخصية. ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. غواية قصاد يعني غواية، انتقام حقيقي، حالة معينة. فهو عنده رغبة للانتقام من أكبر قدر ممكن من بني آدم. في الآية الثانية طبعا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا ساب استثناء لنموذج معين من الإنسان، إلا عبادك منهم المخلصين. الدور الكاميرا الجاي هو الانترفيو في الدور الكام؟ الدور التالت. وانا التالت. وانا التالت. حضرتك التالت؟ لا الرابع. اتفضل. انت جعت ايه؟ في 7000 اورو. صباح الخير يا كريم. خدهم ولا ما حدش بيفهم انت راجل عارف كمان ربع ساعه. معلش مشكله في اسر. مدام ليلى عايز 3000 سهم في الوزير. هنرجع مع بعض استاذي. تقولي حاجه؟ اه انا جاي عشان الانترفيو. اه اوكي اتفضل معايا. المصرية للتعدين 100% حيالة دلوقتي. الأسبوع اللي فات كله في صعوب مستمرة. اشمعنى؟ الكمون هيتوزع آخر الشهر فلازم يعلى. كمون إيه؟ وحضرتك مقدم معانا هنا ها؟ آه. هتاخد شغال إيه قبل كده؟ سمسار. ما
طالبين بحث ولا حاجه؟ بحث؟ لا مع حضرتك. لا بس في بتاع بس في والله. انا عارف بس كنت بهزر معاك. تجيب ولا لا؟ ايه يا عم هولع من السجارة. يا عم قلت لك لا. ممكن ملك. بص انا ممكن اذي نفسي بس ما بحبش اذي حد تاني. لا يا راجل ايه الافاحه دي يا عم؟ افاحه؟ على فكره انا اصلا مبطل بس هو اليوم ده سخيف كده وصعب وافيح زي ما انت بتقول. اخس انا اجدع منك ولو جيت طلبت مني اساعدك انك تضر نفسك ده انا هضرك لحد ما اموتك. تامر ادم انت جاي عشان الانترفيو ولا ايه؟ كنت ايه؟ مصطفى طردك اول ما دخلت؟ مصطفى ده المدير؟ انت ما تعرفوش اصلا؟ انا اصلا ما عملتش انترفيو. امال ايه كنت والمحن ده؟ تستعطفني؟ ده السي في بتاعك؟ عشان كده بقى قلت ما ينفعش اخش. مش هتخش الانترفيو؟ لا يا عم عشان اسم مصطفى يتريق عليا زي ما انت بتعمل. فرصه سعيده. ايه يا عم؟ استنى. الانترفيوهات دي يا ابني زي المسابقات. محتاجه خبره اسمها خبره الانترفيوهات. دي ليها كورسات. خش الانترفيو. وحتى لو ما قبلوكش. اديك كسبت خبره. خبره ان اخش اقول لي شكرا احنا مش عايزينك، مش عايزين حد معانا. ها؟ انت ما شفتش اول انترفيو ليا، كان السي في بتاعي سطر مش صفحه، وانترفيو في الثاني وفي الثالث بقيت بعرف هم بيدوروا على ايه. يا ابني بس دي حاجه تكسب، بقول لك نص صفحه مش عشان كده بفكر امشي. لو عايزني دلوقتي اعمل لك سي في شغالك في البنك المركزي اعمله لك حالا. لا يا عم ولا مركزي ولا محلي، انا اصلا ماليش في السكه دي. انت مضيقها قوي. انا ضيع ولا حاجه، بقول لك فعلا انا عايز امشي. خد دي من خبره انترفيوهاتي قديم. اقلب الترابيزه. يعني يعني لو نقطه ضعفك باينه قوي ما تخبيهاش، بروزها. ومن ساعتها وابليس بيكره ادم عليه السلام وبالتبعيه كل ذريته، وبدا يدرس بالتفصيل الممل طبيعه المخلوق الادمي وفطرته وايه السبل اللي ممكن يدخل منها على نفسه علشان يغيرها تماما ويفسد الفطره، لانه علشان يحقق رغبته للانتقام لإفساد الإنسانية محتاج يفسد المجتمع البشري ويمنع إنه يبقى فيه مجتمع بشري أصلاً بيتكون بتتحقق فيه مراد الخالق سبحانه وتعالى. ومن أهم المداخل اللي إبليس منها بيقدر يفسد الإنسان هي إفساد الفطرة. الإنسان اتخلق وله فطرة في سورة الروم، فأقم وجهك للدين حنيفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الإنسان بتنيب إلى الله، بتختار إنها تقرب من ربنا دايما، ده لو هي سليمة، لو ما فيش معوقات. فطرة الإنسان بتميل للحق والعدل والخير والجمال، وبتأبى وتكره وما تحبش تتعامل مع الباطل اللي هو عكس الحق، الظلم اللي هو عكس العدل، القبح اللي هو عكس الجمال، والشر اللي هو طبعا عكس الخير. بس ربنا برضو بيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني الاستعداد للفجور كامن جوه الإنسان كجزء من رحلتنا للارتقاء الروحي اللي هي الحياة الدنيا اللي بناخد فيها فرصة إن احنا نقرب من ربنا. في استعداد للفجور وفي استعداد للتقوى، وده اللي بيراهن عليه إبليس، إنه يغلب الفجور على التقوى، إنه يخلينا نحب الشر ونختاره بنفسنا فيبعدنا عن ربنا. طيب معلش، يعني ربنا خلق الانسان وبيحبه كل الكلام دوت ونفخ فيه من روحه، ليه بقى ساب ابليس يهوي ويلعب بيه؟ عشان اراده ربنا انه الدنيا يبقى فيها تحديات، ان يبقى فيها صعوبات، عشان الانسان يختار بنفسه الحق والعدل والخير والجمال، مع انه كان بوسعه انه يختار الباطل والظلم والقبح والشر. فتبقى رحلته في الدنيا رحله ارتقاء روحيه، تغلب التقوى على الفجور وتظهر للجميع أن طاعة الإله والعبودية له هي أشرف مقام ممكن تصل إليه نفس، سواء في عالم الإنس أو في عالم الجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهم أنه بكده بقى طريق الشر اللي في الأرض من وراه وكيل رسمي ومخطط ومدبر، هو إبليس برغبته للانتقام من الإنسانية.
وبقى المخلوق الآدمي لما بيفسد ويقبل إنه فطرته تفسد بيبقى وهو عارف أو مش عارف بيتبع خطوات الشيطان. أنت بقى من إسماعيلية؟ إيه بقى اللي جابك القاهرة يا سيدي؟ يعني إسماعيلية صغيرة وأحلام كبيرة أوي. شكلك مذاكر الردود دي كويس. يعني بس ده أفضل سي في شفته في حياتي يعني. ده ما كملش نص صفحة. الاسم والسن والكلية والتقدير. وبصراحة ما فيش حاجة تانية أضيفها. طب ليه ما زودتش في السي في بتاعك زي ما كل الناس بتعمل في سيفياتها؟ عشان حضرتك في آخر يوم هتنسى تلات أرباع السيفيات ديت. هتفتكر اتنين تلاتة بالكتير وأكيد هيكون واحد منهم. ايوه بس افكر فيه بطريقه ايجابيه يعني مش اتريق عليه. يا فندم ده السي في الوحيد اللي ما فيهوش ولا كدبه. دي حاجه ايجابيه. ده حقيقي. بس الشغلانه دي عاوزه خبره. واللي متقدمين معاك عندهم خبره كبيره قوي. انت عايزني اعينك بس عشان انت ما بتكذبش؟ لو اتفقنا ان حضرتك مقتنع اني ما بكذبش فانا بقول لحضرتك ان انا افضل واحد للشغلانه دي ولازم تعينني. شوف يا ادم انا مصدقك وكل حاجه. واللي بتعمله في الانترفيو ده عاجبني جديد وظريف. وفعلا هيكون من الانترفيوهات اللي افتكرها اخر النهار. بس للأسف مش من السيفيات اللي أنا ممكن أعينها. أنت لو شاطر بجد في حاجة غير الكلام كان السيفي ده يبقى فيه حاجة كتير قوي. شكراً آدم. على فكرة أنا عندي ميزة تانية مش عند حد. أنا بتعلم بسرعة وكمان ما بكررش غلطي. رجعنا بقى الكلام الانترفيوهات. أنت كنت ماشي كويس يا أخي. هو حضرتك بترمي الأسهم دي إزاي؟ اشمعنى يعني؟ يعني قول لي بس حضرتك. يعني بركز على الدايرة، بتخيل مسار السهم، بحس بوزن السهم، وبرمي. بعد إذنك. أنت عمرك لعبت اللعبة دي قبل كده؟ لا، شفتها كتير بس ما لعبتهاش. بس دي مش سهلة زي ما أنت فاكر. ده انا جايبها من 4 سنين يا ابني. سهمين من 3 في 4 سنين مش وحش. بعد اذنك. مش قلت لك مستحيل؟ إبليس بيسعد وبيتلذذ بأنه يفسد براءة الإنسان ويفسد عليه فطرته، وعنده نية أنه يتخذ لصالحه من عباد الله نصيباً مفروضاً. ومحاولات الإغواء كلها ما هي في الحقيقة إلا محاولات انتقام، محاولات لإثبات أن النار خير من الطين من ساعة ما اطرد هو من رحمة الله. وطبعاً أكيد إبليس دلوقتي بقى عنده خبرة تراكمية وخطة تفصيلية، وأكيد كل خطواته بتزداد كثرة وتعقيداً كل ما بيمر الزمان. على رأي آل باتشينو في ديفلز أدفوكيت، إبليس حقق أكبر إنجازاته في 100 سنة الأخيرة. لكن هنا في نقطة مهمة قوي، إنه جو التحدي اللي بيصنعه إبليس ده واللي بسببه ناس كتيرة قوي مصدقة إنه الدنيا هي فترة تحدي بين الإله والشيطان والكلام ده كله، في الحقيقة جو مزيف. ليه؟ لأنه إبليس نفسه جزء من رحلة ارتقاء الإنسان الروحية، هو جزء من الموضوع. ولو الإنسان فعلا ركز في الرحلة وعمل اللي عليه فالتعرض لإغواءات إبليس والترفع عنها هو قمة الارتقاء. عشان كده هو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاهم أنه في ناس هترتقي وتتجاوز كل محاولاته دي. وربنا علام الغيوب بيورينا من دلوقتي في القرآن الكريم إبليس هيقول إيه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. كانش له قدرة ولا قوة علينا خالص. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ليش دعوة ما تجيبوهاش فيا، أنتم مسؤولين في الحقيقة. أنا حسستكم بقى أن أنتم مغلوبين على أمركم وكل كلام ده كان ليكوا دور حقيقي.
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الإنسان حر ومسؤول عن اختياراته، ويقدر لو عايز يحافظ على فطرته. وأول واحد هيقر بالحقيقة دي يوم القيامة هو إبليس.